السلام عليكم. يقول هل يجوز أن يتقاضى المؤذن في المسجد أجرا؟ لا يجوز أن يتقاضى أجرا مقطوعا يشترطه، فيقول لا أؤذن لكم إلا بكذا، أو يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لأن الأذان قربة إلى الله وعبادة، فلا يجوز أن يتخذه وسيلة لطلب الدنيا وحرفة يتكسب بها. أما إذا بذل له شيء لم يشترطه فإن له أخله، سواء كان من بيت المال أو من متبرع يستعين به على القيام بالأذان. فإذا بذل له مال بدون مشارطة ولم يكن قصده هذا المال، وإنما قصده التقرب إلى الله عز وجل بالأذان أو بالإمامة، وأخذ ما يبذل له وما يعطى بدون مشارطة، فلا بأس بذلك. نعم.